عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الابتدائي في حل مراجعة المتميز لمستر مصطفى عوض. عندنا النهاردة سؤال choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. ركز كده معايا علشان هنراجع كل كلمات المنهج مع بعض في سؤال الاختيار. she، سؤال الأول، she to the library last week، الأسبوع الماضي. خلي بالك من كلمة last week دي من الكلمات الدالة على زمن الماضي، يبقى أقول إيه؟ she went، going، go، goes. طبعا هنا هختار went. ليه؟ لأن زمن الجملة عندي زمن ماضي، علشان عندي last week الأسبوع الماضي، يبقى last week دي معناها الأسبوع إيه؟ الماضي، من الكلمات الدالة على زمن الماضي. number two، he very happy yesterday، yesterday أمس. أوكي، يبقى أنا هنا هاخد was، هو كان سعيد أمس. number three، they a lot of homework، يبقى they a has، طبعا they مش بتاخد has، had، was، is. طيب أنا هنا هاخد had، لأن they ما بتاخدش was ولا بتاخد is، يبقى الإجابة الصح هنا عندي they had، هم كان لديهم a lot of homework، كثير من الواجب. number four، the archaeologists، archaeologists علماء الآثار، many old tools last year، عملوا ايه؟ طيب find، don't find، find is found. انا هنا هاخد found. ليه؟ علشان زمن الجملة في زمن الماضي، عندي هنا last year اهي العام الماضي، من الكلمات الدالة على زمن الماضي. number 5، did you cake for birthday yesterday؟ طيب اوكي، احنا قلنا طالما في did او didn't يبقى الفعل في المصدر، يبقى هناخد make. number 6، they at the cinema last night، last night الليلة الماضية، يبقى they were، كانوا في السينما الليلة الماضية. طيب they بتاخد are بس مش في الماضي، ده في المضارع، is ما تنفعش، was ما تنفعش. number 7، we win the match last week، last week العام الماضي. اوكي يبقى ده زمن ماضي، didn't، don't، weren't، wasn't. طيب ما ينفعش don't عشان ده ماضي، استبعدها خالص، بقى عندي weren't وعندي ايه؟ wasn't. طيب طالما في فعل في المصدر يا حضرات، يبقى لازم ايه؟ هاخد didn't، ما ينفعش اخد weren't ولا ينفع اخد wasn't، عشان دول بيجي بعديهم يا اسم يا صفه يا مكان. اوكي لكن انا مديك فعل في المصدر. number 9، we a great time at the party yesterday، yesterday أمس، يبقى إيه؟ زمن الجملة ماضي، يبقى الماضي من has و have، had، يبقى we had، قضينا وقتا ممتعا في الحفلة أمس. number 10، you at the museum last week، يبقى هنا إيه؟ did you at the museum، ما تنفعش طبعا عشان ما عنديش فعل في المصدر، will ما تنفعش عشان ده ماضي، where طبعا صح، وير هل كنت في المتحف أمس، يبقى وير هي الإجابة الصحيحة. number 11، what did they about the accident، what did، خلي بالك في did بنجيب مصدر بعديها، يبقى what did they write، ماذا كتبوا عن الحادث أمس. number 12، the farmer used، the farming الفلاح استخدم the farming إيه؟ to cut the dead tree، عشان يقطع الشجرة الميتة، يبقى استخدم الفارمينج تولز، ادوات الزراعه، تولز معناها ادوات، طبعا سبونز معالق، بيبر ورق، ووتر ماء. نمبر 13، there are a lot of in the desert، في كثير من ايه؟ في الصحراء، في كثير من الاوشنز المحيط، ريفرز انهار، سيز بحيرات، ساند دونز، يبقى طبعا في ساند دونز كثبان رمليه، يبقى انا عندي ساند دونز معناها ايه؟ كثبان رملية. اوكي السؤال رقم 14، we are by the wonderful view of the Nile، احنا ايه؟ بالمنظر الطبيعي لنهر النيل. we are empty، فارغ، empty، different، مختلف، exhausted، منهمك او متعب، fascinated، طبعا هنا fascinated معناها مبهور، يعني نحن منبهرون بالمنظر الطبيعي لنهر النيل. number 15، they went towards the calm empty، راحوا ناحية the empty of the desert، من الصحراء، empty ocean، طب هو في ocean في الصحراء؟ طبعا خلاص. wasteland طبعا دي صح، اللي هي الأرض الجرداء أو الأرض القاحلة في الصحراء، farm مزرعة، وريفر نهر.
نمبر 16 هي ميوزك ان ذا بارتي يسترداي امس يبقى ايه بلايد عزف موسيقى في الحفله عشان يسترداي دلت على الماضي نمبر 17 وي ونت اون ا تريب ذهبنا برحله ان ذا sunshine في ضوء الشمس ايه ميتال معدن warm الدافئ طبعا في ضوء الشمس الدافئ ودي بلاستيك البلاستيك وكولد بارد نمبر 18 كشري الكشري is Egyptian meal is traditional Egyptian meal يعني وجبة مصرية تقليدية نمبر 19 they don't know anything about this culture هما مش عارفين اي حاجة عن الحضارة دي it's a mystery انها ايه mystery يعني لغز نمبر 20 did you did ده يبقى لازم مصدر يبقى did you visit the pyramids هل زرت الاهرامات نمبر 21 to means to move from side to side معناها انك تتحرك من جنب لجنب طبعا دي اسمها سوي سوي يعني ايه معناها يتارجح او يتمايل explore يستكشف dream يحلم و ask يسأل 22 he cut the قطع of the flower to use it قطع ايه من الزهرة عشان يستخدمها قطع hands يد او يدان drops نقاط ropes حبال petals طبعا قطع بتلات الزهور عشان يستخدمها 23 a wick يعني الفتيل is a little cotton rope هو حبل قطن صغير inside the candle داخل الشمعة استيك عصا والدروب نقطة وتري شجرة 24 how milk do you want in your coffee طبعا الملك لا يعد يبقى نسأل عن كمية نسأل عن كمية how much milk do you want in your coffee 25 how many بعدها على طول لازم اسم جمع How many sugar ده لا يعد oil لا يعد water لا يعد spoons طبعا spoons معالق يبقى How many spoons are there in the kitchen 26 Are there ده سؤال فبنستخدم any على طول Are there any tigers in Egypt هل يوجد أي نمور في مصر 27 There is of traffic There is a lot of traffic يوجد كثير من المرور طب ليه ما خدتش افيو ما ينفعش بعدها اوف ومني ما ينفعش واني ما ينفعش 28 we have figs in the fridge we have figs figs يعني تين اوكي ده جمع يبقى اخد قلتل دي ما تنفعش عشان دي الكميه lot ده عايز اوف افيو واني يبقى هنا اخد اني ولا افيو طيب اني بستخدمها في السؤال والنفي ولا لا سؤال ولا نفي تبقى غلط يبقى اخد افيو ومعناها قليل للعدد رقم 29 رقم 28 عفوا اهي ستور ار زير ان ذا مول طبعا ستورز جمع يبقى هاو ميني كم عدد 29 I can't find أنا لا أستطيع أن أجد نفيه يبقى ناخد إني أي أقلام in my bag في حقيبتي رقم 30 I am forward to the party to see my friend I am looking forward أنا أتطلع إلى الذهاب إلى الحفلة لكي أرى أصدقائي 31 I am a slow I take for weeks to finish reading a book استغرقت 4 أسابيع عشان أخلص كتابي يبقى أنا slow reader قارئ بطيء 32 are listening to music R بتفعش I I بتاخد M She وهي منفعوش بياخدوا Is طبعا زي يبقى R زي 63 عفوا He playing games at the moment في هذه اللحظة والفعل في I نجي يبقى لازم قدامه يعمل Is he R يبقى He isn't I am a birthday party today I am having ليه لأن بعد M الفعل مضاف له I نجي 35 Why they running fast Why R لماذا يجرون بسرعة؟ عرفت ازاي ان هي ار طب ممكن تكون دو اول او هاف لان الفعل في اي ان جي لازم يكون قدامه يا ام يا ازي ار 66 Is the air that comes out of your mouth الهواء اللي بيطلع من فمك طبعا ده هو ايه البريث البريث يعني ايه يعني النفس
37 please call me to if you can come or not. كل يوم من فضلك اتصل بي to confirm علشان تؤكد. يبقى confirm معناها ايه؟ يؤكد لو انت هتيجي ولا لا. 38 today النهاردة we to the theater to watch a play. النهاردة we are going to, سوف نذهب الى المسرح. 39 no he isn't, طبعا بعد am و is و are الفعل في ing, but he isn't sleeping. Sleeping هو لا ينام في المدرسة. رقم 40 when they coming, coming فيها ing يبقى لازم قدامها يا am يا is يا are, عند الفعل they يبقى ناخد are. 41 we need an adult, محتاجين حد بالغ to let off عشان يطلق. let off معناها يطلق زي ايه؟ طبعا نطلق الفايرووركس الالعاب الناريه. 42 he blew out هو نفخ او طفى, طفى ايه؟ with one press بنفس واحد, طبعا طفى الكاندل الشمع. 43 a long thin piece of food هي قطع صغيرة من الطعام رفيعة مصنوعة من الدقيق والماء and eggs والبيض. طبعا دي هي ايه؟ النودلز الشعرية. يبقى نودلز الشعرية لكن بيتشي سخوخ فيش سمك بريزنتس هدايا. 44 they were when they found the museum empty, هما كانوا ايه لما وجدوا المتحف فارغ. طبعا كانوا heavy ثقيل closed مغلق. astonished طبعا astonished يعني astonished, astonished يعني مندهش اسمها astonished. 47 the royal ring الخاتم الملكي is it cost a lot of money, ده غالي بيكلف مال كتير. cost معناها يكلف, يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى الخاتم ده precious. precious معناها نفيس او ثمين ثمين. 48 how water does the plant need, طبعا الوتر ده تعد يبقى how much كم كمية المية. can I have some, هنا ده سؤال في حالة الطلب يبقى بنستخدم some. number 50 there any toothpaste in the tube, طبعا is عشان معجون الأسنان لا يعد. 51 cats have, القطط لها sharp claws and teeth, مخالب وأسنان حادة. 52 we went to the park, ذهبنا الى البارك it was closed, في تناقض هنا ذهبنا الى البارك ولكنه مغلق يبقى هنا but. 53 my new school is great, مدرستي جديدة رائعة. it's far from my house, ولكنها بعيدة عن منزلي يبقى ايه تناقض, مدرستي عظيمة او رائعة ولكنها بعيدة يبقى but. 54 there is someone here, في شخص هنا I can hear his, أنا ممكن أسمع his إيه, his clothes ملابسه, voice صوته, box face طبعا voice أنا أستطيع أن أسمع صوته. يبقى إحنا زي ما قلنا voice صوت إنسان وsound صوت شيء. 55 I am in ancient Egypt, أنا إيه بمصر القديمة, طبعا I am interested in, أنا مهتم بي مصر القديمة, لأن هنا إيه الصفة الأخيرة دي تصف شعور الفاعل. 56 she helps in a local school as, هي بتساعد في مدرسة محلية as إيه as a volunteer كمتطوعة 3 days a week. 57 I live in an, أنا عايش في إيه in the city with my family, في المدينة مع عائلتي. عايش في إيه, تنت خيمة كيف كهف factory مصنع ولا apartment block, طبعا عايش في شقة سكنية علشان مع عائلته في المدينة. 58 I have a new car, أنا عندي سيارة جديدة. helps me go to work faster, طبعا السيارة غير عاقل فبستخدم which. 59 he eats rice because he doesn't like it, هو مش بيحب الرايس, doesn't طبعا يبقى he never eats ولا he rarely, ما فيش never يبقى rarely يعني هو لا يأكل الأرز لأنه لا يحب. طيب doesn't مش موجودة, لو في doesn't كده تبقى غلط برضو علشان هنا حطت الفعل اسه,
يبقى هناخد ايه؟ rarely. نمبر 60 let's بعدها المصدر طبعا من سنة تانية بناخدها let's go هيا نذهب to the beach with our friends. 61 how do you study English؟ قال 3 times a week ثلاث مرات في الأسبوع. يبقى هنا سأل عن عدد المرات، بنستخدم how often كم مرة، يبقى how often أو how often. 62 there are many different of bees there are many different species يوجد فصائل كثيرة مختلفة من النحل. طبعا برانش فرع والريزيدنت سكان وبنز أقلام. 63 when we have free time لما بيكون عندنا وقت فراغ we can just ممكن نعمل ايه مع أصدقائنا، we can just hang out ممكن نقضي وقت. يبقى hang out معناها ايه؟ يقضي وقت مع أصدقاء. اوكي 64 we sometimes احيانا cycling on holidays يبقى هنا go علشان we بناخد المصدر زمن مضارع بسيط يبقى we sometimes go cycling on holidays. 65 my friend عمر صديق عمر is intelligent ذكي he is good at math هو جيد في الحساب he is يبقى هو ايه clever ماهر لكن ugly قبيح bad سيء مسي فوضوي. 66 the weather sunny in Egypt in summer طبعا is usually ليه؟ لان انا بستخدم ظروف التكرار بعد am و is و are. ممكن لو انت عملتها usually is خطا never is خطا always is خطا. ظروف التكرار يا حضرات بعد am و is و are يعني بعد verb to be. 67 how often نهى visit her grandparents طيب نهى مفرد how often بجيب بعدها يا does على حسب الفعل فهنا هياخد does علشان نهى مفرد. 68 Egypt is creating a new line for the train station طيب train station محطة القطار يبقى مصر بتنشئ ايه railway خط سكة حديد خط سكة حديد اسمه railway. 69 هاني drinks cola he likes healthy drinks يبقى هاني مش بيحب يشرب كولا علشان بيحب المشروبات الصحية. طب انا هنا اختار ياخد doesn't ياخد never. طيب الصح ايه يا مستر؟ الصح never. ليه؟ علشان الفعل هنا مصرف هو في اس. طب لو كان الفعل في المصدر كنت خدت doesn't، احنا مش قلنا don't و doesn't بعدهم المصدر. طيب هنا ما فيش مصدر هنا الفعل في اس يبقى بناخد never لان never لا تؤثر على الفعل. 70 هاني usually طبعا هاني مفرد يبقى goes to school by bus. 71 she doesn't like to talk to strange people مش بتحب تتكلم مع الغرباء because she is لأنها ايه shy خجولة. طب clever شاطر tidy مرتب nervous متوتر. 72 I my cousins every week أنا بعمل ايه لولاد عمي كل أسبوع I visit أزور visit بس لأنه أي بتاخد المصدر. 73 come on ندى هيا يا ندى come on معناها هيا I'll show you where the classroom is أنا هوريك الفصل فين. 74 farmers use الفلاحين بتستخدم to kill insects that eat crops عشان تقتل الحشرات اللي بتاكل النباتات يبقى بتستخدم ايه chemicals المواد الكيميائية lemons الليمون crops محاصيل و fertilizers السماد العضوي. 75 the results of the student last test are نتائج الطلاب لآخر امتحان are a surprise surprised surprises surprising طبعا النتائج غير عاقل يبقى هناخد surprising لأن هنا بوصف الفعل بقول نتائج الطلاب مدهشة مش مندهشة لكن لو كان الفعل عاقل كنت قلت مندهش surprised. 76 my father is the person أبي هو البيرسون الشخص taught me to ride a bike اللي علمني أركب الدراجة الذي الذي بعد اللي هي إيه الفعل عندي عاقل يبقى هو. is مجدي هل مجدي the boy الولد طبعا مجدي عاقل يبقى برضو هو lives in our building. I am very I want to eat أنا إيه أنا عايز أكل يبقى I'm very hungry أنا جعان. 79 my little sister is afraid أخت صغيرة خائفة of
afraid of معناها ايه؟ خائف من. Number 80 When I forget my book at school لما أنسى كتابي في المدرسة I can my friend's book طبعا I can share يعني ممكن أشارك كتاب صديق. 81 He tells me funny stories هو بيخبرني قصص شيقة. He makes me هو بيخليني laugh يعني ايه اضحك علشان هي funny يعني مضحك. We play basketball بنلعب basketball in the فين في الجيمنازيوم في صالة الرياضيات. What is the best animal to keep as ايه افضل حيوان تربيه as a pet كحيوان أليف at home في البيت. 84 I really love the red flowers أنا فعلا بحب الزهور الحمراء watch لأن هي غير هاكل فبستخدم watch grow in the garden. 85 An ostrich النعامة is a big bird هي طائر كبير watch الذي can't fly لا تستطيع الطيران لأنها غير هاكل فبناخد watch. 86 is good for the soil مفيد للبيئة أو للتربة طبعا هو البيبيرس بطر الزبدة تشيز جبنة natural fertilizer طبعا هو السماد الطبيعي السماد ايه الطبيعي. اوكي 87 cats make the best pets يعني القطط بتبقى احسن حيوانات اليف لكن bats خفافيش hats قبعات كي انا مش عارف هو عاملها ازاي. 88 they went to ride on راحوا يركبوا على يركبوا ايه رولر كوستر قطار الملاهي طبعا كامل هورس بس طيب دفع كامل they want to ride on طب بس لو كامل كنت قلت رايد كامل على طول. 89 This ancient mosque هذا المسجد القديم has a very high له ايه عالي طبعا له منرت مأذنة. 90 He blew out the هو طفى ايه with one breath بنفس واحد طبعا طفى الكندل الشمعة. 91 My uncle likes to عمي بيحب يعمل ايه للأماكن الجديدة new places so he always travels to many countries عشان كده هو دايما بيسافر لدول كثيرة يبقى بيحب ان هو explore يستكشف الأماكن. 92 I am forward to the party to see my friends. I am looking forward. أنا بتطلع إلى الحفلة علشان أرى أصدقائي. When she much cake, she gets a stomach ache. When she eats, لأن حالة if أو when بعدها المضارع البسيط والجملة التانية مضارع بسيط والفعل هنا مفرد يبقى eats. When she eats much cake, لما بتاكل تورتة كتير, she gets a stomach ache. بيجيلها مغص. 94 It's helpful من المفيد if you down what you want to do if you write down عشان بعد if مضارع بسيط والفعل you هنا يبقى مصدر. My dad the match now خلي بالك بقى now الآن من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. اوكي طيب يبقى ايه مستر watches ده مضارع بسيط watch it watch is watching طبعا الصح is watching عشان ده مضارع مستمر. 96 she suddenly fell in a هي فجأة سقطت في a and got her clothes wet وملابسها ابتلت يبقى سقطت في الجلاس الزجاج منرت مأذنة هيد ارتفاع طبعا سقطت في البضل بضل يعني بركة بركة ماء. 97 We celebrate شم النسيم بنحتفل بشم النسيم in spring علشان قبل فصول السنة بنستخدم in. 98 We go to Hurghada summer every day We go to Hurghada in summer في الصيف. 99 You can go يمكنك أن تذهب quad biking in the desert ركوب الدراجات في الصحراء. 100 Noah is of hits يبقى afraid of خائفة من المرتفعات she can't climb the minaret هي لا تستطيع تسلق المأذنة.
101 he gets up هو يستيقظ 7 o'clock طبعا هنا at ليه عشان قبل الساعة بنستخدم at 102 when the clouds are red لما السحابات تكون حمراء it means ده يعني لأن هنا when مضارع بسيط والجملة الثانية برضو مضارع بسيط والفاعل it يبقى هنحط الفاعل s if you don't know a word لو انت مش عارف معنى كلمة you can يمكنك look كان بعدها المصدر you can look it up in a dictionary ممكن تبحث عنها في dictionary there are many rides في كثير من الملاهي to try انك تجربها in the في ايه في theme park theme park حديقة الملاهي لكن من المأذنة library مكتبة museum متحف هنا السندينج ذا هنا بترسل ايه تبعت ايه طبعا تبعت الانفيتيشنز الدعوات لكن بلاي ليست قائمه تشغيل فاير ووركس العاب ناريه بالونز بالونات 106 مازن ويل هانج اب ذا مازن هيعلق ايه طبعا هيعلق ستريمرز اشرطه الزينه 107 please me if you need help من فضلك call me اتصل بي لو محتاج مساعدة طبعا ده مصدر عشان ده امر I was born انا اتولدت April طبعا April ده شهر يبقى استخدم in بس in غلط ليه عشان حدد يوم يا نجمه يبقى on April what's your brother at the moment at the moment في هذه اللحظة من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر يبقى am is are والفعل في ing يبقى انا هاخد doing 110 are listening to music بيستمع الى الموسيقى يبقى are هنا are يبقى الفعل زي she helping her mother يبقى she isn't helping her mother ليه عشان الفعل في اي نجي يبقى لازم قدامه يام يا از ار طب ينفع اخد ار لا عشان هنا الفعل مفرد 112 they are going to go quad biking in the هما سوف يذهبوا لركوب الدراجات الرباعيه فين في الصحراء in the desert look انظر he is after his dog هو بيعمل ايه he is running طبعا بعد از الفعل مضاف له اي ان جي هاو كان يو ميك بيتزا اف يو نو ذا ريسبي كيف تعمل البيتزا اف يو دونت نو لان بعد اف مضارع بسيط النفي بتاعه دونت او دازنت والفعل يو يبقى دونت 115 كان يو اب ذا بالونز كان يو هانج اب ذا بالونز ولا بلو اب ولا سين طبعا هناخد بلو اب هل يمكن أن تنفخ البالونات 116 We need an adult محتاجين شخص بالغ to لكي let off يطلق الألعاب النارية We need a scissors محتاجين مقص to cut عشان نقطع the string نقطع السترينج الخيط لكن رينج خاتم spring ربيع song أغنية 118 They are riding هم يركبون on the roller coaster على قطار الملاهي We are buying the decoration بنشتري الديكوريشن today اليوم عشان هو قال لك مضارع مستمر اهو من الكلمات الدالة على المضارع المستمر today لكن often غالبا usually من الكلمات الدالة على المضارع البسيط ويصدي من الكلمات الدالة على الماضي اوكي كده يا حضرات خلصنا سؤال الاختيارات بقى لنا سؤال القطع وتصحيح الخطا ولكن دول ان شاء الله باذن الله كده هنخلي لهم فيديو خاص بيهم علشان وقت الفيديو ما يطولش عليك وما تتعبش مني ان شاء الله انتظرني بكره ان شاء الله تعالى في حل سؤال تصحيح الخطا وكمان سؤال الترتيب أتمنى لكم التوفيق جميعا كان معكم مستر محمد شعبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته